يو الاخوان، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. من بعد ما نشرنا الفيديو الاول والثاني، نبيل فليكس غادي يخرج بالفيديو جديد. اللي ما كيعرفش نبيل فليكس باللي هو اللي بدا هذا الموضوع من الاول، ولا حلينا بارت الثالثه اللي هبط فيها نبيل حتى المغرب. غادي نلخصها لكم كالعاده بالدارجه. المهم اللي يلاه انضم لينا غادي نقول ليه شوف الفيديو الاول والثاني راه في القناه، عاد باش جيت تفرج في الجزء الثالث باش تفهم شنو واقع. غادي نطلب منكم حاجه واحده في المقابل، دير واحد ابوني حمراء تولي قرية، ولا عجبك الفيديو دير واحد لايك. ما نطولش عليكم، خليكم مع الانترو. من بعد ما شفنا الجزء الاول اللي استخلصناه من الهضره ديال اليوتيوبر نبيل حول السحر مروان لارتيست، وكيفاش ان مرت لارتيست هي اللي اكتشفت الامر. وفي الفيديو الثاني نبيل كيستضيف لارتيست شخصيا باش يقول لنا القصه وكيفاش تفكات تيم ديال لارتيست. في هذا الفيديو غادي نحاول نلخص لكم الجزء الثالث والجزء الرابع من الدوكيمونتاري. نبيل غادي قرر باش يتلاقى مع سمير اللي هو صديق ديال الارتيست، ورشيد اللي هو الشريك ديال الارتيست. وقلنا في الجزء الثاني باللي هاد السميات درناهم غير باش نفهموا القصه. هنا كيصيفط ميساج باش يتلاقى ويشوف الاقوال ديالهم، وفعلا تلاقى مع رشيد الشريك ديال الارتيست. رشيد كيقول باللي الارتيست قال لي هادشي ودويت معاه، وقال ليه باللي مروه راه سحرات ليه. رشيد قال ليه واي واحد غادي يقول ليه نفس الهضره قال ليه عطيني شي دليل على هادشي اللي كتقول. رشيد كيقول باللي الارتيست راه ما عنده حتى دليل ضد مروه اللي غادي تثبت ليه هاد الهضره، وقال انا مستعد الى الارتيست عطاني دليل واحد نضم الصف ديالي. هنا نبيل كيشرح باللي المحقق لاح لمرت الارتيست كاع الصور والفيديوهات ضد مروه، ملي كانت في مقهى وملي كانت في الملعب وملي كانت في الماركت. ولكن واش صدفة ما مصيفتش ليها الصور او الفيديوهات عندما مشات لعند الساحر باش يكون دليل؟ فقط عنده اتصال اللي حطيناه في الجزء الاول وهذا جزء منه. على اساس جاو لمن باغين يخدموا؟ كان شي جاو شي مسائل ديالهم شي صور ديال شي بنت وشي كذا هكا، المهم صور ديالهم ومشى. والسمية اللي من باغين يخدموا؟ يوسف. يوسف اش ولد من يوسف؟ فاطمة. يوسف ما سمعتكش، ولد من؟ فاطمة. والتصاور باقين عندك؟ انت كتعرف هاد الحوايج ولو يكونوا عندي. لا واش باقين عندك؟ لا. في حين انه قدر يكون هاد المكالمة فيك وغير لعب فيها المحقق بدافع الحصول على المال. رشيد كيقول باللي هادشي كامل اللي واقع من المؤامرة دارتها مرت الارتيست باش طيح مرة بدافع لغيرها، وطلع الارتيست هو الضحية الكبير من هذا الشيء كامل. حين تسمع الكلام مراجو تيقول رشيد باللي الارتيست قال ليه هي انا هي مروة في هذا الشيء. هنا رشيد قال ليه باللي مروة غادة تبقى ولو يكلفني هذا الشيء تفرق الشركة، وفعلا طاحت الشركة. نبيل كيقول ملي قربت ننهي الحوار ديالي مع رشيد كنت فاجئ باللي سمير اللي كيف ما كنا قلنا هو اللي كانوا عنده الوراق ديال الارتيست، يعني هو اللي قدر يكون زعما عطى السميه ديال الام ديال الارتيست للسحار، حتى هو كيجي وكينضم لينا. هاد سمير قال باللي المحقق راه غير نصب على مرت الارتيست. سمير تيقول الا كان المحقق بصح شافنا مشينا عند الساحر فين جبد لينا غير تصويره اولا فيديو، وحنا عند الساحر علاش جبد فيديوهات فقط حنا كاينين في لوطيل اولا في الطوموبيل وخلى الدليل اللي قاطع. نبيل كيسولو انت علاش تلاقيتي مع مروه، وقال انا تلاقيت مع مروه حين جبت ولادي عندها حيت هما فان ديالها. نبيل كيسولو على المشكل اللي مقلق منه الارتيست ديال الايجار، قال ليه ان الارتيست ما قال ليه والو. زياده على هادشي قال ليه انا اللي ضامن الارتيست حتى واخد هذيك الشقه اولا هذيك الفيلا. نبيل غادي يقرر يهبط للمغرب وبالضبط لكازا باش يقلب على المحقق، وباش يلقى المحقق خاصو يمشي لاجونس اللي خدام فيها. غادي يقلب في الانترنت وفعلا غادي يلقاها، فمن اللي مشى لذاك العنوان ما غيلقى لا علامه لا اسم لاجونس لا والو.
غيسول الناس ديال هذاك الدرب وغيقولوا ليه باللي راه كاينين واحد البيروات الفوق ولكن راه ما عارفين شنو كيدير. فقط انه كيجي ليهم واحد الراجل اللي كبير شويه في اللاج وكيمشي ما كيبقاش كاع بزاف تما. نبيل غادي يمشي لهذوك البيروات غادي يبقى يدق والو ما من مجيب. هنا قرر باش يتصل بمرت الارتيس، قالت ليه انا غادي نصيفط لك واحد البنت راه هي اللي غادي تديك لاجونس. من بعد ساعه، من بعد جوج سوايع، من بعد اربعه سوايع، من بعد 8 ديال السوايع، من بعد 10 ديال السوايع، من بعد نهار والو ما جاوباتوش. نبيل كيعاود يعاود يحاول يتصل بها ما غاديش تبقى تجاوبه مده 10 ديال الايام. وهاد التصويره كتوضح كل شيء. من بعد 10 ديال الايام عاد جا الرد. نبيل كيقول ملي كانت دازت 4 ديال الايام وما جاوباتوش قررت انني نقلب على الساحر الشهير ابراهيم الترموسي. قرر باش يمشي لسيدهم عبد الرحمن اللي كاين في كازا وبالضبط في عين الدير. نبيل غادي يدخل لسيدهم عبد الرحمن غادي تصدم، غيتلاقى مع واحد السيده غيسولها على ابراهيم الدرموسي ما غاديش تعرفو. قالت لي ها انت اعطيني النمره ديالك انا غادي نسول ليك، الا عرفت شي حاجه راه غادي نعيط عليك وغادي نقولها لك. وهذا دليل على هذا الشيء. شوفوا الفيديو. انت خدام هنا؟ تخدم عندنا في كامل ندير لهم الميناج تناخذ الصوت نطلع بحال هكا عند بلاتي. ساكنه هنا في كازا؟ هنا في كازا في المدينه. انت تعرفي شي واحد كان تيجي لهنا سميتو ابراهيم درموسي؟ ابراهيم درموسي تيجيو الناس بزاف شحال في التاكسي حقا؟ هذا واحد كتب فقي ولكن فقي يدير بحال بايزون يجيب الدجاجه يمدوا له الفلوس الناس بايزون. انا بغيت نرجع راجلي فهمتيني ان شاء الله. هذا الراجل سميتو ابراهيم درموسي معروف زعما غادي تقدري تعطيني نيميرو التليفون ديالك ونسول لك عليه. اوكي نعرفو فين كاين نقدر نعيط لك نديك عنده. الله يحفظك فهمتيني. عطيني نيميرو التليفون ديالك. عطاتك دابا النمرة بلاش نلقي دابا سميتو ما عنديش تليفون وكتبي لي سميتو هويا في نورا النمرة. اوكي داك باش عاقل عليك. من بعد نبيل غادي يبقى يدور في سيدهم عبد الرحمن وكيصور حتى دخل فين مدفون عبد الرحمن. وفي هذه اللقطه بالضبط غادي يتلاقى مع واحد جوج عيالات وغادي يبقى داوي معاهم. وشوفوا الاخوان البلد المسلم شنو كاين فيه. واحد ما عرفتش قولوا للعمة. واو ما عرفتش الاخوان شي هذا الشيء. شوف 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 وهنا فين كتسالي الحلقه الثالثه. الحلقه الرابعه نبيل تيقرر يمشي لواحد البلاصه دايره بحال سيدهم عبد الرحمن سميتها سيدهم علي. المهم انا ما كنبغيش نقول هذيك سيدي حيت سيدنا وسيدكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. المهم بمجرد الوصول نبيل والمرافق ديالو جواد كيعرضوا عليهم انهم يشتريوا ماعز ويكون اسود وياخذوا عاوتاني ما يسمى بالطبق اللي كاينين فيه جوج ديال الانواع. واحد تيكون طبق اسود والاخر تيكون طبق اخضر. الطبق الاسود تيتسمى يعني للناس الكحل والطبق الاخضر للناس الحمدوشيين اولا الحمدوشيه. المهم اللي بغى يعرف شنو كاين في هذا الطبق ها هو فيه السكر وعود الند وماء الزهر والحنه ولا ما عرفتش شنو هذاك واكليل الجبل اولا اليازير. المهم هادشي اللي عرفت. من بعد كينضموا ليهم قناوه وكيهزوا الطبق والماعز اللي خداو وكيمشيو عند لالاهم عائشه. من بعد كيمشيو عند واحد السيد كيعطيوه الطبق اللي شراو اللي كيتسمى الباروك وكيعطيهم الشمع وكيدعي معاهم. شوفوا الطريقه اللي كيدعي معاهم كيف دايره. من بعد هذاك السيد كياخذ من طبق السكر وشي حاجه اخرى كيف ما كتشوف وكيرجع لهم طبق فيه غير الاوراق ديال الحنه وشي حاجه اخرى. وهنا كنستنتجوا باللي راه غير كينصبوا على بنادم بحيث انه خدا غير الاشياء اللي عندها ثمن كيف ما السكر. يعني اش كيديروا كيبقاو يجمعوا في هذاك السكر بزاف وكيرجعوه منين شراوه في الاول وقدر هو يبيعه بنص الثمن عنده الربع. من بعد ما كيرجع لهم هذاك الطبق كيطلب منهم يمشيو يشعلوا الشمع شي بلاصه مقدسه عندهم هما باش ياخذ ما يسمى بالبركه. من بعد ما خد البركه كما كيدعي تيبقى لينا الماعز شنو غادي نديرو به تيقولوا ليه يلا اخويا زيد عند الجزار باش يذبحوا الماعز. نبيل شاف هذاك الشيء هو يتخلع
ما فهم والو. قال لهم صافي انا بدلت الراي ديالي، خذ الماعز وخرج من الكهف. ملي خرج من الكهف تما غادي خارج، هنا كيعيط ليه واحد زعما قال لي انا راني بوهالي، كيعيط ليه وكيعطيه واحد قنينه ديال الماء ازهر وكيبدا يخربق عليه بشي هضره زعما انا راه منهم ولا الله ما عرفت شنو كيقصد. المهم كيدير هذا الشيء كامل باش يدور معاه. نبيل على ما قال، قال انا ما بغيتش نقمعو ودور معاه البوهالي مشى في حالات. من بعد كيدخل لواحد البلاصه اللي كيتباع فيها المواد ديال السحر والشعوذه، من مخ ديال الضبع وجلد تباخه والجلد الافعى والفكرون والجلد ديال القنفذ واي حاجه عندها بالسحر. وبصراحه الاخوان ما كرهتش الدوله تدخل وتحبس هاد الشيء. من بعد كيوصل لواحد البلاصه اللي كاين فيها الغوات ديال النساء، غادي يمنعوه يدخل بحكم ان النساء ما لابسينش حوايجهم تما. من بعد غادي يتجه فين مدفون سيدهم علي، وهو غادي خارج كيتلاقى مع امراه هازه الزجاج. سولها شنو كديروا به، قالت ليه باللي كاينين شي وحدين كياكلوا الزاج. من بعد غادي تصوني ليه المراه اللي عطاها النمره ديالو في سيدهم عبد الرحمن، قالت ليه انا راه لقيت المواصفات اللي كتقلب عليها ابراهيم الدرموسي اللي كيعيطوا عليه المحجوب. قالت ليه باللي دابا راه كاين في مراكش، قالت ليه انا غادي نرسل لكم واحد الشخص اللي غادي يوصلكم فين كاين هذا المحجوب. من بعد نبيل غادي يتلاقى مع هذا الساحر، جلس معاه عاود ليه نفس القصه ديال مروه والارتيست، عاود ليه وقال ليه باللي انا راه واحد الشخص دي مشهور وخدام في التلفازه في فرنسا وشي صاحبه سحر ليه باش ياخذ ليه الشهره ديالو، عطاه واحد السميه اللي مخربقه قال ليه على ما اظن ماتشوب. مهم نبيل بدا كيخربق عليه وكيجيب اي سميه كيجيبها غير من راسه وكيقول ليه. الغريب هو ان الفقيه كيكمل القصه من دماغ، والغريب هو ان الساحر غادي يبدا يقول ليه باللي هاد ماتشو راه محصنه مو وراه داير ليك مخ ديال الضبع وراه ساحر ليك وراه ما عمرك غتوصل وراه داير ليك حواجز. وقال ليه باش تحيد هاد السحر هذا غادي تجيب لي السليب ديالك وغتعوم معايا وغادي نكب عليك شي حوايج وغادي تحيد ليك السحر. هنا نبيل عرف باللي هاد الساحر غير كذاب ونصاب وباللي غير كيخربقوا على بنادم وكينصبوا عليه وكيزيدوا القصه غير من دماغهم باش يربحوا الفلوس. نبيل بقات ليه دوجور باش يرجع لفرنسا، قرر باش يمشي للزاكورة عند العائلة ديال البنية الصغيرة نعيمة اللي احنا عارفينها احنا كاملين، اللي زهرية يعني عند هذاك الخط واحد لاطراس يكون في العين، باش يشوف واش مروة لاود عندها شي صلة مع القصة كيف ما كان قال في الفيديوهات الاول والثاني. ملي مشى للزاكورة لقى باللي الفيديو اللي دايره مروة ماشي من نفس البلاصة اللي لقاو فيها نعيمة، بحكم ان الفيديو ديال مروة فيه الصخر اما فين ماتت نعيمة كاين التراب اولا الرمله. بل اكثر من هذا الشيء، مروه مصوره الفيديو في 2019 اما نعيمه في 2020 وهذا الدليل كتشوفوه. وباش يزيد يتاكد سقسى الوالدين ديال نعيمه وقال لهم واش عمركم شفتوا هاد البنت اولا واش كتعرفوا شي وحده جات هنا سميتها مروه. هنا حتى واحد ما عرفها، الامر اللي كيثبت ان مروه ما عندها حتى شي صله بهاد القصه ديال الدريه الصغيره وانها سحرات بها. واضاف باللي هادوك اللي قتلوا نعيمه راه تسجنوا وكيدوزوا في العقاب ديالهم. هنا غادي تسالي الحلقه اللي دار نبيل وغادي تسالي الحلقه ديالنا، ما تنساش تابونا ودير واحد لايك باش تشجعنا من هنا لقدام نشروا فيديوهات. شكرا على المتابعه وتهلاو حتى الفيديو جديد.